انا هكلمكم النهارده على موضوع بروستيت كانسر. و ليه اشمعنى بروستيت كانسر عملنا لها يعني محاضره لوحدها يعني ليه ما حطيناش مثلا في وسط جيو تيومرز او الانكولوجي كله او اشمعنى يعني بروستيت كانسر؟ بروستيت كانسر الحقيقه من مواضيع الفيري كروشال بالنسبه لليورولوجي عموما، يعني انه مرض محير ومرض كبير جدا ومرض منتشر جدا، وتقريبا بدون مبالغه بتعرف اهميه السبجكت ازاي لما تلاقي مكتوب فيه في الليتريتشر كتير، يعني في ابحاث جاريه وفي لقاءات علميه على موضوع زياده عن الطبيعي. فلو قلت لكم مثلا ان البروستات كانسر لوحدها تقريبا لوحدها في كل امراض ومشاكل المسالك البوليه بتشكل لوحدها هي حوالي 25% من كل الريسيرش اللي بيتعمل في كل اليورولوجي، يورينري تراكت انفكشنز وستونز وكونجنتال انوماليز ورينال تيومرز وبلادر تيومرز وفويدنج ديسفانكشنز وبيناين بروستاتيك انلارجمنت، وكل ده كله 75% والبروستات كانسر لوحدها 25%. ليه؟ لان اتس ا فيري كومن كانسر، it is the commonest cancer in males دلوقتي، وفي نفس الوقت ومنتشر جدا جدا، لكن مش في نفس الوقت احنا مش فاهمين بالظبط what is the natural history of this disease، ايه اللي بيحصل لكل عيان. بنختلف، في عيانين بتبقى very aggressive وفي عيانين بيبقى very slow and non-aggressive cancers. فخلينا نبدا الاول باول سؤال اللي هو what are the commonest cancers؟ مين عارف ايه الكومنست كانسرز عندنا؟ حد يقول حاجه؟ تحب تشاركوا في الموضوع؟ تفتكري what is the commonest cancer we know؟ lung cancer. حد موافق الدكتوره؟ خلينا اسم نصين in females and males. اوكي، لقينا ان in males prostate بتيجي نمره واحد، بروستات لحد فتره قريبه زي ما انت قلتي كده كان لانج كانسر از كومن، از فيري كومن، لكن ناو بروستات كانسر از ان انسيدنس وايز ات از ذا كومنست ميل كانسر. ان فيميلز اكيد كلكم عارفين طبعا، ها بريست كانسر از ذا كومنست كانسر، حتى في بينهم هما الاثنين تشابه كتير قوي ما بين البروستات والبريست. طب ايه رايكم في مصر بقى؟ What are the commonest cancers in Egypt؟ المفروض الحاجات تكونوا عارفينها اكتر مني. ها؟ بيزل سيل كارسينوما. Are you not Egyptian؟ لا. طبعا على راسهم الليفر او الهيباتوسيل كارسينوما. تمام؟ وده طبعا نتيجه الاندميسيتي اوف هيباتيتس. الحمد لله ان شاء الله الموضوع ده هيتحسن جامد الفتره اللي جايه بعد الكامبينز القوية اللي على الهيباتيتس فيروس. لكن طبعا في مصر لحد واحنا قد حضراتكم كده كان اول حاجة عندنا كان البلادر كارسينوما بتاعت البلهارزيزس، كويس، وبعد كده ابتدى الهيباتيتس هو اللي يحتل، الهيباتيتس انديوست كارسينوما ابتدت تحتل القصة بتاعت الهايست انسيدنس اوف كانسر. شوف الدنيا بتتغير ازاي. طيب احنا دلوقتي هنتكلم في البروستات كانسر على شويه مواضيع، عن الابيديميولوجي، عن الباثولوجي، عن التريتمنت. يهمني اقول لكم زي ما قلت لكم ان البروستات كانسر از ذا موست كومن كانسر ان ميلز، لكن رغم انها ات از ذا موست كومن كانسر ان ميلز، ات از ذا سكند ليدنج كوز اوف ديث فروم كانسرز بعد اللنج كانسر. اللنج كانسر از مور ليثال ذان بروستات كانسر رغم انها الانسنس بتاعها اقل من الكانسر. وتقريبا في السنه بتتشخص حوالي 230 الى 250 الف حاله سنويا في الولايات المتحده مثلا. في مصر الانسيدنس ده اقل شويه، بيصل الى حوالي 20 الف الى 30 الف حاله في السنه. طيب الحاجه الثانيه بقى ان ايه، رغم ان في حوالي ربع مليون حاله في السنه بتتشخص في السنة، لكن الحقيقة اللي بيموتوا from the disease
ما بيزيدوش عن 30,000. This means that there is a discrepancy between the incidence of the disease and the killing power. يعني مش كل العيانين اللي بتشخصوا هيموتوا، بل بالعكس الأقلية منهم هيموتوا from the disease. تمام؟ Some will die from the disease, but many people will die from other causes or die with the disease itself but from another reason. طيب، how possible or how much the incidence عشان أقرب لكم قد إيه prostate cancer this is common. It is said that من واحد لكل سبع رجالة في حياتهم لازم هيجيلهم لهم prostate cancer. يعني في الأوضة دي I would say مثلا from the men اللي قاعدين هنا at least اتنين مننا هيجيلهم prostate cancer one day in their life if they lived long enough طبعا. تمام؟ ومن ضمن كل 40 واحد تقريبا في واحد مننا will die of prostate cancer. لو كملنا 40 كده رجالة إن شاء الله في واحد probably of us will die from prostate cancer. طيب what are the risk factors for prostate cancer? Risk factors, these are the three important risk factors. أهم حاجة الفاميلي هيستوري. Family history is a very strong risk factor. من ضمن الأمراض اللي بتنتقل في العائلات بصورة عنيفة جدا. ودي حاجة we have to take in consideration. Any one of us who has a member of his family, especially first degree relative man, should screen the rest of the first degree relatives to prostate cancer. It is known in the black race is more liable to prostate cancer. وطبعا prostate cancer is a disease of an advanced age. نادر جدا لما بنلاقي prostate cancer below the age of 50. Usually it is above the age of 50. وعادة ال peak incidence of diagnosis of prostate cancer بيبقى في ال 8th decade. ال 8th decade اللي هو من كام؟ من سن 70 ل 80 سنة. ده ال peak. طيب هل هناك في other factors ال smoking وال alcohol consumption والحاجات دي كلها؟ لا، ما فيش حد عارف a strong relation ما بين الحاجات دي وال prostate cancer. طيب أهم important factor that is essential for development of prostate cancer is the presence of testosterone. هو التستوستيرون ده ممكن يكون موجود وممكن ما يكونش موجود؟ لا، بس من غير وجوده، من غير وجود circulating testosterone in a man he will never develop prostate cancer. فليه؟ لأن الأندروجين ده أو التستوستيرون ده is the fuel of the prostate cancer. هو الصوت واضح ولا مغلوش؟ ماي كلير؟ أبعد؟ قرب؟ قرب؟ أوكي. بس ما تحلمش إن أنا هعيد كل اللي أنا قلته تاني يعني. فلاقوا كمان لقوا حاجة لطيفة جدا إن الناس اللي هم هايبو أندروجينيك فروم ذا ستارت، يعني فور إكزامبل واحد اتولد وذاوت تستيس أو واحد حصل له بايلاترال تستيكولر تروما مثلا، او مثلا اتعمل له عمليه كاستريشن انتشنالي، ودي لقوها كمان غريبه جدا في الناس اللي هم اليونكس. اليونكس دول ناس بيتاخدوا كسليفز وبيعملوا لهم كاستريشن تو سيرف ذا فيميل رويال رويالتيز عموما يعني. فبيجيبوا الناس دول يعملوا لهم كاستريشن عشان تو بي سيف from any harassment of these ladies. لقوا ان دول عمرهم ما بيجيلهم prostate cancer اللي هم اليونكس او الكاستريت. فبالتالي وجدت العلاقه، هناك علاقه وطيده جدا بين الهيومن اندروجين اللي هو التستوستيرون and the incidence of prostate cancer. اوكي. في حاجتين مهمين جدا we have to put in our mind. زي ما قلنا ان البروستات كانسر It is the commonest visceral malignancy. برضه عشان ابقى صريح، لان في حاجه اسمها non visceral malignancy usually ما بتخشش في الستاتستكس اللي هي الكوتينيوس malignancies سواء الميلانوما او non melanomas، عاده ما بنتكلمش عليها in the context of malignancies عموما.
لكن as a visceral malignancy it is the commonest malignancy. لكن لو واحد بقى محسوك قوي يقول لك لا it is the commonest visceral malignancy or the second malignancy including non-melanoma skin cancer. Non-melanoma skin cancer هي طبعا نمرة واحد اللي موجودة is very common. المهم بقى في اللي انا عايز اقوله في البروستات كانسر وهو ده سبب المشكله بتاعت البروستات كانسر وسبب الهيصه اللي على البروستات كانسر وسبب الديبيتس المرعبه وسبب كميه الساينتفك ريسيرش في البروستات كانسر ان احنا وي دو نوت نو ذا ناتشرال هيستوري اوف ذا ديزيز. يعني ايه كلمه ناتشرال هيستوري؟ فاهمين كلمه ناتشرال هيستوري دي؟ ناتشرال هيستوري عشان تبقوا فاهمين هو اتس ذا كورس اوف ا ديزيز ذات تيكس ان انديفيديوال اللي بيحصل جوه الشخص جوه المريض من اول ما ظهر باثولوجيكالي لحد its eventual resolution سواء by fail by cure or by death. دي يسموها natural history اللي هو التاريخ الطبيعي للمرض. يعني لو واحد جاله مثلا او واحده ست جالها breast cancer وسبتها قعدت تتفرج عليها eventually this cancer will grow will local spread هيحصل metastasis metastasize in the bone in the مش عارف lungs in the liver and then she will die of right. This is بنسميها the natural course, we know this. كذلك مثلا في colon cancer, كذلك في lung cancer, كذلك حتى even في benign conditions stones مثلا obstructing common bile duct هيحصل obstruction, هيحصل dilatation, هيحصل hepatic affection, هيحصل jaundice, هيحصل renal hepatic cell failure, etc. We know this is what we call the natural history. In prostate cancer, لا الموضوع ده مش واضح. ممكن واحد يبقى عنده prostate cancer ويفضل at this stage for 20 years. بعدين فجأة يحصل له progression. واحد تاني from the start is a very aggressive cancer that could kill him in 2 to 3 years. So we do not know مين اللي هيجيله. هي دي المشكله. ومش كل الكانسرز بتاعت البروستات شبه بعض. او بمعنى اخر not all the cancers of the prostate has the same, افتكروا الكلمه دي, biological activity. Okay? We do not know. طيب علشان كده احترنا مين بقى اللي هنعمل له طالما ان احنا مش عارفين which cancer is fatal, which cancer is not fatal, and which cancer will kill this particular patient, and which cancer will not. عندنا معضلة كبيرة جدا. طيب ندور على الكانسر ده ولا ما ندورش عليه؟ يعني نعمل screening program ولا ما نعملش عليه؟ طب السكريننج بروجرام ده لو عملناه هيبقى مفيد؟ هل لو احنا شخصنا النهارده 1000 حاله بروستات كانسر بكل الريسورسز بتاعتها عشان نوصل في الاخر بعد البيوبسي والباثولوجي ان ده عنده كانسر اوف ذا بروستات, هل احنا ضامنين ان ال1000 شخص دول لو كلهم عملنا لهم فور اكزامبل راديكال سيرجري اند وي كيور ذم ونسبه الكيور بتاعتهم كانت 90%, هل احنا متاكدين ان احنا فعلا ان المورتاليتي ريت اللي احنا نزلناها دي ما كانتش ممكن تبقى هي موجوده من الاول من غير ما نعمل وجع الدماغ ده كله؟ يعني ار وي شور ان ذا بيشنت افري بيشنت وذ بروستات كانسر ويل داي اوف بروستات كانسر؟ للاسف الاجابه دي احنا مش عارفينها. عشان كده ما نقدرش ان احنا نعمل ا ماسيف سكريننج بروجرام, لان مشكله الماسيف سكريننج بروجرام دي معناها ريسورسز كتيره جدا جدا جدا, هتدفع فلوس كتير جدا, وفي الاخر النتيجه وي دو نوت نو. طب ايه مشكله؟ يعني هي شويه فلوس؟ لا, هي مشكله مشكله فلوس, مشكله ان انت عندك اذر ايشوز مفروض ان انت توجه ليها هذه الفلوس. فانت مش يعني ما تعملش ا ماسيف سكريننج بروجرام تو سمثينج وفي الاخر تو نيجلكت سمثينج يو ار 100% شور ات از فيتال, زي مثلا البريست, زي الليفر, زي اللنج, وات ايفر. فده الكونسبت بتاع سكريننج. وعشان كده كنا زمان اول لما طلع حاجه اسمها البي اس اي اللي هو دلالات البروستاتا او البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين, كانت الناس كل راجل يديله يعمله بي اس اي, اي واحد يديله يعمله بي اس اي ونمشي وراه. دلوقتي لا, الدنيا بقت ماتش مور سيلكتد, بقينا نختار مجموعه شريحه معينه من العيانين هم دول اللي نعمل لهم البي اس اي او اللي نبتدي ندور عليهم اذا كان عندهم كانسر ولا لا. طيب نيجي بقى نشخص ازاي بروستيت كانسر. احنا نمره واحد
we have to suspect. في حاجتين أساسيتين we usually check a prostate cancer biome. حاجة اسمها الريكتال اكزامينيشن، الديجيتال ريكتال اكزامينيشن اللي كنا او بنسميه البي ار اكزامينيشن، هو سمبلي باي بالبيتنج ذا بروستيت باي يو اندكس فينجر. والبروستيت كانسر ليها كاركترستيكلي هارد اور فيرم تو هارد كونسيستنسي، يوجوالي بتبقى نودولر وسام تايمز بتبقى ديفيوز نودولر ديفيوز هارد انكونسيستنسي. Second way أو complementary way هو حاجة اسمها السيروم PSA. PSA ده it's a protein بيطلع من البروستات تيشو، حدش عارف سببه ايه، قد يكون احد او ما حدش عارف وظيفته ايه الحقيقة، لكن ايه هو يقال ان هو it has some role in the semen liquefaction. It is said so. لكن actually nobody knows what does it really do. تمام؟ When you have a suspicious patient with a PR or without a high PSA, the next step should be take a biopsy from the prostate. تمام؟ How to take this biopsy? زي ما قلنا احنا بنعمل PSA و Digital Rectal Examination. These are the two main steps to do or to diagnose a prostate cancer. ال PSA بتاعنا عندنا فيه two important cut points. The PSA should be from 0 to 4 nanograms per dc. The moment is a time. If it is above 4, we start to be between 4 and 10, this is the gray zone of the PSA. Above 10, most likely this patient will have a prostate cancer. But I am in the PSA without 4, that should go for a biopsy between 4 and 10. But if I am in that, simply you can be abandoned the jobs which will cause the trouble when my cancer comes for follow-up next year. This is the gray zone, between 4 and 10, the premium character in the sub Very few patients are non-adjuvant,
difficult on the whole granular calculation. We have specific grade resistance is for reason grade resistance that will be how aggressive is the loop. The reason this grade resistance is a complicated system that is there was a lot of academic meaning on the architecture of the deck, and put in an architecture of the deck. For any of the normal architectures, people are not free. But if the architecture is different than the original, this is going to be a hard grade. Would the only snag about the adhesion system, in the world, the academic are two degrees at the same time. The emotions and the account, because it has a great situation. There is no two grades. The world of two grades and a shape of that is right. These parameters, the cost of gas is very gorgeous. The values of electrode in the time, more of an element, we have to put the rain a lot, yeah, the grid tell, three. We, with the other of the other car, now we will produce the action. As then, we will get it to make the other to show the other is the other of the car. But if you get a regular system, the system of the cost, the rate invades into the driving and then invades the two to the
بتوع الزيت وبنعمل لها هايدرو كنترولز تطبيق وكده كده. فبالتالي ممكن يحصل تلاقي المنظر تلاقي الكاسر هنا تلاقي انفيدد التريو انفيدد اللي بتعمل لها رينا فيلر. This is one of the late presentations of prostate cancer. One of the late presentations of prostate cancer حاجه اللي شايفينها دلوقتي هي بون متاسيس. كتير قوي يعني العيانين بتوع البروستو كانسر دول يروح يطلعوا من ايدي بعض ليه؟ عنده سي في 4 بين تلاقي سبب شعر وطلعات فين؟ بسبب الوقت والعظم والعظم يقعد يعملوا اشعاعات فوق فوق وتلاقي بقى ايه؟ بروستو كانسر او يحرروا بقى 70 سنه وهو بقى صح بالليل يخش الحمام الكعبي فراكشر كان فيه بقى يلحق دلوقتي ما حصلش فراكشر ما فيش قيمه بيكوز هي هاد ستاتيك ديبوزيت inside the femur, etc. But okay, عشان the bone metastasis, one of the late presentations, ممكن لو حصل spine metastasis, so the spinal cord lesion that compress on the spinal cord ممكن يجي عليه ايه؟ The motor weakness or paraplegia, or incontinence, will ensue. These are presentations of prostate cancer in short the every day when they are in the advanced How to treat prostate cancer؟ هيجي السؤال شديد جدا مهم جدا. عالج العيان ولا ما عندوش؟ الدكتور انا عندي prostate cancer احنا ممكن نمشي على الدكتور انا عندي سرطان مش يقول لا انت يو هاف كوايت ديزيز ولا لاجيكال اكتيف ديزيز اي ويل فولو اب. دي فيجر ليك اب عندنا في كثير من العيانين وي كان اوفر ذم سيرفيلانس. Our
سوسايتي او انفايرمنت، وحطينا كل الحاجات دي في الخلاط، وبتقدر بعد كده نعمل حاجه اسمها لوكال سيرتيفيكيشن بروبلمز. زي ما قلت حضرتك مش فاكر مش مطالب انك تحفظ التفاصيل، بس على الاقل تعرفوا ان في عندنا الفيري لو ريسك واللو ريسك والانترميديت ريسك والهاي ريسك. اكوردنج ايه بقى؟ اكوردنج لحاجات فيها علاقه بالستيج بالجرين وبالبي اس اي بتاعت اهم اهم ستيج اكيد بالنسبه للبلد عليه اللي هي الدور دي. يبقى اول حاجه نحط العيان وبعد كده نأسس الـ expectancy و life expectancy بتاعته، وبعدين نشوف إذا كان في أي other comorbidities ولا لا. مهم جدا بقى، وده كلام خلاص دلوقتي standard في الجملة دي، أنتوا هتنهلوا فيها كل حاجة. يعني إحنا في البلد طبعا ده كان شيء غريب. لا دلوقتي كل المسلم بقى عبارة عن decision sharing مع العيانين. لو يعني كل ده الانفيتيشن ده تعميق تطرق للكانسر بالذات دول في الديسيجن شيرنج بروسيس، لان الموضوع فيه كواليتي اوف لايف ايشوز كتير. كوست الكانسر بالذات من الامراض اللي عليها اوجاع غالبا، لكن المورديتي بتاعها كبير جدا. نص ان هو اسيمتوماتيك ديزيز الاول، وممكن زي ما قلت لكم ما يكونش اساسا بيمرض. فتخيلوا واحد عنده 45 سنة مثلا، واحد صاحبه سمع ان واحد صاحبه عمل بي اس اي وطلع عادي، راح عمل هو بي اس اي ولا حاجة، هو كومبليتلي فري. بس رحت دخلت بيانا وقلت له انت عندك فرصة كاسر وبلست دي كلهم بالنسبة لك فرصة كاسر. فلو قلت له رجع فرصة كاسر دي معناها ايه؟ معناها انك هيعمل عملية هتشيل فيها الفرصة. طب يعني ايه الفرصة اللي هتحط له لغاية الشمس؟ بعد 30-25% انت هتبقى في كونفرنس، وفي 75% انت هتبقى انفرنس. وانا هقول للدكتور ده ولا سيبت المرض ده؟ اقول له انا ما اعرفش. يعني انت متاكد نسبه قد ايه يعني ان انا لو سيبت فيها بتاع دي؟ اه انا بقول انت موست لايكلي يعني هيبقى 50-50 شانس ان انت تعيش طول عمرك لحد 80 سنه ان انت يحصل لك اي مشاكل وبالبروسس كانسر عادي. لا طب هو فهل تفكر انها محتاجه يعني ان انا اعمل عمليه واعيش في حياتي عندي شكل في الكونفرنس ما فهمتش؟ وبالتالي الديسيجن ده مسكوش واحد تاني بالنسبه له حاجه زي كده على كلام بس واحد تاني هو اول هاند دي اوبسيس باي كانسر ايه هو ده كانسر فور مين دلوقتي حتى تقول له يا عم حتى لو هو بس كانسر بتاعه فيري جود جيم and very slowly progressive. You see, you give the choice, not just follow, you have follow up, say, oh, I'm so glad that you should be acting, not very complicated. At least, always remember this, a moment, you share decision making, the idea of that. Let me have a moment, I'm going to have a moment. In general, if you are a very low risk cancer, you will offer him usually active surveillance. That was an active surveillance that I had, active for the national and the basic car to examine. Two more as a national car, if there will be money. Just following up, and then the next. Take the case into that. And then, yes, in this case, we have to go back inside and do three cases. I have to tell you,
لو، فده ده المقصود بالـ daily life expectancy. فإيه هذا low life expectancy؟ فده is no need إن أنا أحط under a very limited operation for a poor benefit and a short life expectancy. If he has a low risk but a high life expectancy, هو ده بقى العيان اللي بقول لكم لازم نعمل decision making. هقول لكم الـ benefits بتاع adaptive operation or benefits of being sedentary versus the benefits of leaving yourself alone and following up. واحد مثلا انت حتى شايفه حتى مش نافع، حتى راجل مثلا الاستراكشر ليفل عالي قوي مش هيفهم الدقيقه كل 6 اشهر بتعمله طبعا. He's not available. He has found a objective for his transportation. But I did that. And when people are with him, he had a little bit of a race that was going in the outside of the country. Where the mental signal time was kept by the standing and he was the test. And that is the culture of the patient to the initial level of the patient has an important role. That's a more. Intermediate risk and high risk patients do less better than low defendant Definitive treatment له انواع. ايه الديفينيتيف تريتمنت اوف بروستيت كانسر؟ ذا بيست اند ذا وان اوف ذا موست سكسسفل دراجز از راديكال سيرجري. راديكال سيرجري معناها راديكال بروستاتيكتومي. اوكي؟ ويجي نبقى الاثنين وفيري كلوز وفي تنافس شديد جدا بينهم اللي هو الاكسترنال ليم ريليشن وحقيقه في البطن they progress very great in the last few years وبقوا حاجات يعملوا حاجات بقى مش كونفشن حاجات بقى هي ديما نفشن والانتنسيتي موجودين في الانتنسيتي دي ار فيري ادفانس تكنولوجي وكل ده بيزيد مور اور ليس كلوز تو سيرجري. طبعا في فاكتورز الايج والريسك اوف سيرجري والبيشنت تشويس من ضمن الثلاث حاجات المهمين اللي had the choice of your defendant's treatment. Usually, a young patient who is surgically fit and he is electing radical treatment is better for radical prostatectomy. Now, what I mean by radical prostatectomy, we never have a radical treatment to take out the prostate with its invasive fascia and the seminal vesicles. We're not going to have a pain in better It is a little bit of a high advanced surgery, the major operation. There's a very deep organ that I can surgery. It's an idea of developing a highly specialized surgery. Thank you.
other option is our deserted treatments. هو الريزيرابي. والريزيرابي عندنا احنا بنيجي للنادي ما بين 7 to 8 days. وده مصدر ال 3D conformer الريزيرابي بتاع البروتوكول. اللوكال ادفانس ديزيز وي ستيل هاف ا رول فور سيرجن اللي هم اباف العدد البروستيت بقى في الكلام دلوقتي ان كان يكون ان سام كيسز السيرجري اند ان سام كيسز في الرينج ثيرابي. هنيجي بقى للميتاستاتيك بروستيت كانسر. وده بقى جزء تاني مهم في المرض في حاجات زي في حد عنده اي اسئله في الوقت اللي فات؟ اوكي. زي ما قلنا ان المتاسات بروح الكانسر بنحب البول. والصوره دي بتاعت ايه؟ حد عارف الصوره دي بتاعت ايه؟ سي تي سكان. برافو عليك. ريدو اكتف ايزوتوب بول سكان. ريدو اكتف ايزوتوب بول سكان. ده عباره عن ماده اسمها تكنيشن لايف لاين. هي بتيجي بتمتص بالمتاستاتيك سبوت. ده اللي شايفين ده از مايلد كيس. ودي بقى اكستنسيف كيس. شايفين البون ستادد وذ هاف سبوت اوف كاس. اوكي؟ المتاستاتيك او البروستيت كانسر عموما دايما بتعدي مراحلها من تو مين فيز. وده اساس دايما بداية البروستات كانسر بتبقى حاجة بنسميها هرمون سنسيتيف. ليتر اون بتبقى هرمون ديزيز. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني بداية المرض بتبقى بتعتمد على الكيور فور دوز. وبالتالي if I cut the little I will suppress the cancer. Boom. Later on, for certain biological events, very complicated, this cancer cell loses this lesion and start growing on itself despite whether the tumor is there or not. تمام؟ فأي مرحلة أحسن أو أضعف أو الجروث بتاعها أحسن لازم تيجي المرحلة الأولانية لأن بتبنج على السيرم. أنا عارف الفيول بتاعي إيه؟ عارف البنزين اللي بيشغل الكانسر إيه؟ حاصل تمشي بقطعه وبالتالي أو سبريس ذا جراف أوف ذا كانسر. لكن when it becomes هرمون ريزيستنت او هرمون ريفراكتري مشكله. مش لاقي حل. اعمل ايه بقى؟ اقعد احور عليها بعلاج تجاري اشعاعي حاجه ان انا مش قادر امسك الكاس اللي انا كنت انا اوقع الجروب بتاعي. ودي بنسميها بسيت هرمون ريزيستنت. الاسم الحقيقي دلوقتي او الاسم الجديد بتاعها اسمها كاستريت ريزيستنت. ليه كاستريت ريزيستنت؟ لان البيسبل of the hormone sensitive part of prostate cancer, of the hormone sensitive phase of prostate cancer was castration. That is so. Okay, when it is sensitive to castration, it is castration sensitive to hormone sensitive. But when it is resistant even to castration, this is called castrate resistant prostate cancer. Okay, we can take it move on. That one. باين فيها القصه الكبيره اللي هي ودت لنا البروسس المعتمد على الهرمون بتاع السرور اللي راح معايا خالص. بيطلع ال اتش ار اتش البيتيوتري جلاند بتطلع ال اتش وال اتش ستيمولاتس تستوستيرون برودكشن فروم the testicle and the testosterone promotes the growth of the prostate. الحتة دي هو اللي خلت واحد اسمه هيجنز ياخد نوبل برايز سنة 64 أو 66 اللي هو identified that the prostate feeds on the testosterone that is produced on the testicle. If you cut the testosterone at here or at here or above there, you are going to reduce or kill the prostate cancer cells.
حاجة اسمها surgical castration، في حاجة اسمها medical castration. surgical castration زي ما انتم شايفين، just open the scrotum, clip the cord, cut it, and throw it away. This is just the other way بقى اسمها medical castration، ان احنا بندي ادويه تيجي هنا اهو at this part at this stage بندي حاجه اسمها LHRH analog فتمنع ال LH بتاع الدكتور اللي يطلع، وبالتالي تمنع التستوستيرون اللي يطلع في التست، اسمها بندي حاجه analog شبه النورمال LHRH فبنسميها ميديكال كاستريشن، يبقى يا اما سيرجيكال يا اما ميديكال. طبعا ليها ميزه ليها عيب. السيرجيكال كاستريشن طبعا سايكولوجيكال ستراكت بالنسبه للعيان، انا هقول له معمول له كاستريشن يجي يستفيد. صحيح الاند ريزلت واحده، الاثنين هيحصل لهم نفس السايد افكتس، الاثنين هيخشوا في وات وي كول اندروبوز، اسمها الدوردنت اندروبوز از the menopause of males. زي ما سمعت بيقولوا menopause لما بيحصل لهم حاسس من الناس اللي بيشوف الميل بيحصل لهم اندروبوز لما يجوز التستوستيرون. وتقريبا ده سيم سيمبتوم زي اوجا سيستات بالظبط. الريفيريتي والبريشن والويزيتي والضغط الانترست والفلاشز حتى اللي لهم. لكن الحمد لله ده ما بقاش اس كلينيكال سيمبتوماتيك عن الميلز عن الفيميلز. فيميلز؟ ومعظمهم معظمهم يعني almost 40% بيحصل لهم this andropause. فسواء عملت له surgical or medical castration he will have the side effects of castration. The surgical castration ليها ميزه انها self expensive. طب rather than medical castration الادويه بتاع ال HRH are quite expensive. لكن الأهم بقى في الموضوع كله الريفرسيبيلتي. surgical castration is irreversible. لكن medical castration أنت ممكن تدي العيان شوية حقن، تنزل له البي اس كلام بتاعه أو تعمل له تقلل البروجريشن أو تنهزه to some extent to some point، وبعد كده تيك إت أواي تخلي العيان يستمتع بحياته شوية، يستمتع بعيز جدا. احنا في
السايد افكت اوف هرمونال تريتمنت؟ لسه قايل لها اهم حاجه طبعا ده بيسموه الانتروبوز سيمبتوم اللي هي دي اللي هي الامبتنس لوس اوف ليبيدو فلاشز ديبرشن فاتيج ومن ضمن الحاجات اللي بتحصل كتير اللي هي الاستروبوزس والبارتنرزم عشان السوشيال ريليشن مع الهرمون دي ومن ضمن الحاجات الكبيره اللي بتحصل مع الهرمون دي سواء اذا كانت الانتروبوزس او ال دي اتش ار اتش انالوجز الاستروبوزس دي برضه من الحاجات المهمه زي نفس اللي بيحصل نفس الهرمون اللي بتحصل مع الجينيز الادفانس دي تليق طبعا على الضغط الواسطه والتوسيس. هرمون ريزيست طبعا دي بقى الانتيز بروجريشن اوف ذا ديزيز يعني هو الرقم ده قليل شويه فده قديم هو يوتيوب 5 6 years ده قبل دلوقتي. الانتيز بروجريشن اوف ذا ديزيز in the form of remission of PSA or actual disease progression despite sustained level of serum testosterone. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنكون معنا ماشيين في الهرمون تريتمنت احنا بنبقى مارجنج التستوستيرون ليفل. ما بنعتبرش اي هرمون تريتمنت او كاستريشن تريتمنت افكتيف الا لو في التستوستيرون از ان كاستريشن ليفل. يعني لازم التستوستيرون ليفل في الراجل ده يكون 50 نانو جرام or less. ساعتها نقول في العيان ده ان ان افكت هرمون طب افرض انا بدي العيان ده مثلا دواء ال اتش ار اتش انالوج وات ايفر الموجود والتستوستيرون بتاعه 150 نانو جرام. لا العيان ده از نوت افيشنت في التستوستيرون يبقى انا هنقول دور على الدواء طب هشوف ليه از نوت ريسبوند فالان افكت دراج شود ليد ذا تستوستيرون تو ترانسليت. طيب انا بفضل اعمل ايه بقى؟ بفضل تمشي العيان على هرمون التريتمنت على حتى الاسم صح اسمها اندروجين ديبريكيشن ثيرابي اي دي لا تعرف صح بالهرمون التريتمنت اندروجين ديبريكيشن ثيرابي وطول ما ماشي على اندروجين ديبريكيشن ثيرابي بتابعه ايه؟ بتابعه حاجتين اساسيتين راديولوجيكال عشان بشوف الميتاستاسيس البول ازاي او اذا كانت الفيزا وبتابعه بالبي اس اي اللي هو از امبورتنت بارت ماركر. عادة كنا احنا في الهرمون سنسيتيف البي اس اي بينزل والميتاستاسيس عماله تقل ومش مجرد ما يبتدي يخش في هرمون ريزيستنس يبتدي بقى ايه البي اس اي يعلى والميتاستاسيس ترجع تاني. الديسكيت بقى لازم اعمل تستوستيرون عشان اقول ان العيان دخل في ريزيستنس كاستريت ريزيستنس لازم الكاستريت ليفل بتاع التست تكون موجود عشان اقول عايز خلاص فشلت معاه الانتروجين ديبريشن ثيرابي او فشل معاه الهرمون ده. طب هعمل ايه العيال ده بقى؟ هبتدي اعمل لهم سكند لاين اوف تريتمنت. ايه بقى سكند لاين اوف تريتمنت؟ وده دول اول حاجه بنعملها يوجوالي بناخد حاجه اسمها كيمو ثيرابي واشهر كيمو ثيرابي مشهور في القصه دي اسمه دوس تاكس. الدوس تاكس ده لو واحد من التاكس هولز ده بيتدرب على DNA of the prostate cancer. That second line after fission of the monitor. Recently بقى في التالت يطلعوا يشوف طب هل في طريقه اخرى ليه البروستات كانسر دي ديفلوب ريزيستنس؟ لقوا السبب ان الريسبتورز بتاع التستوستيرون اللي على البروستات ابتدت تتغير ابتدت يسموها نوع من الميوتيشن. فلما تيجي نشتغل على موليكيولار ليفل على ان احنا نحاول نبلوك الريسبتور ده بطريقه ذكيه. ان احنا ندور نشوف المريض البروبلم اللي حصل الاختلاف في الريسبتور وفي البروستات ونبتدي نديها ادويه تشتغل على الريسبتور دي مش الانتي اندروجينز العاديه يعني حاجه بيسموها بقى ايه؟ سكند جنريشن انتي اندروجينز ودي بقى بنقول بقى ايه؟ انفوك ودلوقتي عليها فيري سترونج ساينتفك ريفرنس حاجات كتير بتشتغل يسموها
medical castration استعمال analog اللي هو HIH analog أو surgical castration with hormone or TA. That is a new with hormone resistant prostate cancer. With hormone resistant prostate cancer, erectile, you can need the chemotherapy, the AMN second generation anti-androgen. هل كده احنا لو عطينا معظم الاسبكتس طبعا في بقى اذر اسبكتس بقى اللي هو عيان ادفانس بروستيت كانسر ده سام تايم بقى بروجريس اند يو نوت هاف اني ثينج تو دو غير اللي انت تعمله كاليتي تريتمنت سواء بين كنترول او تدي حاجه اسمها بول تارجت تريتمنت تعمل ريليشن سبيسيفيكلي على السكت بارت اوف ذا بول لو هو مثلا حصل اوبستراكشن في الديوريتيك